مهارته عاليه، حسن علي، حسن علي امكانيات وقدرات فنيه متميزه، ولكن بقول لكم النهارده حاضر غائب. باصه بنيه انطلاقه من الخطوره، يبقى النور باصه بنيه، هرب راح عبد الرحمن، عبد الرحمن والهدف جوه، جول 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 جول، الهدف الاول، هدف التقدم للدراويش بقدم النجم عبد الرحمن مجدي، يعملوا الهجمه بشكل ممتاز وبشكل سريع، الضغط موجود والقطعه موجوده والباصه البينيه روعه الروعه بقدم النجم التجولي، يا النور والمهاره، المهاره المهاره بتتكلم في اقدام النجم، نجم الدراويش، نجم الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي، علشان يحطها جميله روعه الروعه على يمين محمود جاد. بص التغطيه الدفاعيه وبص القطعه الميه ميه وبص الباصه الحلوه بقدم صالح جمعه، ثم عرضيه ساحره بقدم يا النور، والتسويبه الجميله جميله 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 بقدم عبد الرحمن مجدي، علشان الاسماعيلي يعملها ويولع المباراه ويولع اللقاء ويسجل هدف التقدم يا سيده في الدقيقه 49 من عمر المباراه، هدف مبكر جدا في الدقيقه الرابعه من عمر الشوط الثاني، عبد الرحمن مجدي يعدي وفوت بخبره من باهر المحمدي ويحطها بمهاره بخبره السنين، روعه الروعه على يمين محمود جاد، عشان الدراويش اخيرا يسجل. نزول احمد محسن وخرج ياو النور، استلام محمود حماد على طرف الشمال، محاوله ميدو جابر، عرضية حلوة خطيرة، رأسية ممتازة من محمد هاشم، التحام فضاء ترجع كريم، كريم علائي، ضغط من ثلاثة مدافعي نادي الإسماعيلي على كريم، جابوها ترجع مع النادي المصري، باهر محمد بعرض ملعب، أحمد منصور بعرض ملعب، إلياس الجلاصي، كرة طولية حلوة جميلة في المكان الفاضي منتهى الخطورة، نادي المصري محاولة هجومية بعرضية جميلة، تعدوا الهدف جول جوه جول، التعادل التعادل، فخر الدين بن يوسف في متابعة في تصويبة جميلة قوية قوية على مين احمد عادل، عشان النادي المصري يعود للمباراة ويسجل يا سيدة هدف التعادل في الدقيقة 85 من نهاية المباراة، جملة واي جملة، محاولة واي محاولة، عرضية عرضية ساحرة غير عادية، واللمسة الجميلة والخطفة حلوة بالقدم اليسرى بقدم فخر تونس، فخر الدين بن يوسف، بص المهارة وبص العرضية الساحرة الغير عادية الجميلة بقدمين، بقدم يا سادة ميدو جابر، ميدو جابر ومحطة سيدي جابر، يلعب عرضية ساحرة ممتازة، ثم الخطفة غير واللمسة غير، ادي العادة مرة تانية، والله على طول العرضية الساحرة بقدمين، والله بقدم البديل سمير فكري، سمير فكري هو صاحب الاسيست الروعة واللمسة الأخيرة تدرس في المهارة.